لماذا يطور العلماء كبسولات نوم فريدة؟ كيف تبدو ملابس المستقبل؟ وهل صحيح أن الأمراض الفتاكة ستختفي قريباً؟ جميع الإجابات في هذه الحلقة عن عالم المستقبل، هيا بنا. حجرات السبات. استكشاف الفضاء يكتسب زخماً. قريباً يجب أن تتوقع أول رحلة استكشافية للمريخ، متأكد من أنه سيوجد بعثات أخرى. كل هذا رائع، لكن السفر إلى الفضاء له عيب واحد، فهو طويل جداً. يستغرق الوصول للمريخ من 7 إلى 8 أشهر، وأطول بكثير للكواكب الأخرى والمجرات. يعتقد العلماء أن حجرات السبات يمكنها حل هذا العيب. إنهم لا يسرعون الرحلة، لكنهم يضعون رواد الفضاء في نوم عميق شبيه بسبات الدببة، ويبطئ العمليات البيولوجية والفيزيولوجية، وبالتالي لن يشعروا بالملل لأشهر أو سنوات بالنظر لاتساع الفضاء عبر الكوة. سوف يقضون الرحلة نائمين عن طريق وضع رواد الفضاء في مركبة إنعاش صناعية. سيتمكن العلماء من توفير الموارد بشكل كبير والحفاظ على الحالة الجسدية والنفسية لرواد الفضاء. يعمل العلماء بنشاط على تطوير كبسولات مثالية للرحلات الفضائية، وهم قريبون من تغيير العالم. ربما باستخدامها ستتمكن من استعمار ليس فقط المريخ، ولكن أيضاً الكواكب الأخرى. الملابس. كيف ستكون ملابس المستقبل؟ هل سيستخدم المصنعون مواد فائقة الجودة لم يعرف عنها أحد بعد؟ أم سيوجد رقاقات في الملابس لمراقبة جسم الإنسان؟ ربما، لكن مانيل توريس يرى ملابس المستقبل بشكل مختلف. ابتكر مصمم الأزياء هذا من إسبانيا أول ملابس بخاخة في العالم. عند ملامسته للجلد يتبخر الرذاذ وتتخذ المادة شكل الملابس. النسيج الناتج يشبه اللباد، لكنه أرق وأنعم. بعد التصلب يمكن خلع هذه الملابس وغسلها، على الرغم من أنه سيكون من الأسهل صنع ملابس جديدة. يتكون الرذاذ توريس من ألياف خاصة ممزوجة بالبوليميرات التي تمنح القماش مرونة، وستسمح هذه التقنية للمصممين بإنشاء عناصر فريدة من الملابس. بالإضافة للملابس، يمكن استخدامها في صناعة الضمادات والإسفنج والمناشف والحفاضات وغيرها. يبدو أنه قريبا ستمتلك متاجر الملابس أرففا مليئة بهذه البخاخات. المتاجر الافتراضية. بالحديث عن المتاجر، يعتقد الخبراء أنه مستقبلاً ستصبح المتاجر التي نعرفها الآن ثانوية أو تختفي تماماً. ستستبدل بالمتاجر الافتراضية. تم افتتاح أحدها بالفعل في كوريا الجنوبية. المتجر عبارة عن شاشة بها صور بالحجم الطبيعي للمنتجات التي قد تشتريها من المتجر العادي. فيه يمكن للعملاء تقديم طلب عن طريق مسح الرموز الشريطية للمنتجات. يمكنهم الطلب صباحاً في طريقهم للعمل وتسليم البضائع في المنزل مساءً. يحتوي على حوالي 500 منتج، هذه مجرد البداية. سيكون هناك العديد من المنتجات في المستقبل. هل تعتقد أن المتاجر الافتراضية ستنجح في استبدال المتاجر الحالية أم أنها لن تستطيع؟ ما توقعك للمستقبل؟ شاركني أفكارك في التعليقات وأخبرني، لأنك الآن ستتعرف على المزيد من التقنيات والاختراعات المذهلة التي ستغير العالم بأسره. اللقاحات الخارقة. الطب يتطور سريعاً. يعتقد العلماء أنه قريباً سيكون هناك تقدم كبير، وسيكون هذا بسبب لقاحات الحمض النووي الريبي التي ستنتشر. لا يعد المكون النشط من العوامل الممرضة، ولكن الحمض النووي الريبي سواء كان فيروساً أو بلازميوديوم، يتوقع العلماء أن هذه اللقاحات سيكون من السهل تعديلها مع الطفرات المسببة للأمراض. كما يجب أن يساعد هذا النهج في إنشاء لقاحات للأمراض التي لا توجد لها لقاحات منتشرة حالياً كالملاريا أو الإيدز. منذ أن بدأ الوباء شهد العالم أول لقاح معتمد للاستخدام منها. متى إن لم يكن الآن لنطور اللقاحات حتى تتوقف في المستقبل القريب عن الخوف حتى من أكثر الأمراض ترويعاً؟ لا أحد يحب الطرق المحطمة، لكن يمكن أن تنتهي هذه المشكلة قريباً في العالم. قبل سنوات اخترع العلماء الهولنديون الخرسانة الحية، أو كما تسمى الخرسانة ذاتية الشفاء. الاسم يتحدث عن نفسه. تحتوي المادة التجريبية على بكتيريا منتجة للحجر الجيري، تنشط عندما تتعرض لمياه الأمطار المسببة للتآكل التي يتم امتصاصها فيها. تم تطوير المبدأ لإطالة عمر الخرسانة وتوفير الإصلاحات الرئيسية. تضاف الجراثيم البكتيرية والعناصر الغذائية التي تحتاجها على شكل حبيبات إلى خليط الخرسانة. تبقى الجراثيم نائمة حتى تتسرب الأمطار للشقوق وتنشطها، وذلك عندما تبدأ البكتيريا في إنتاج الحجر الجيري والذي يغلق الشقوق تلقائياً.
التواصل على مستوى جديد. من الصعب تخيل أي شيء مرعب أكثر من كونك مشلولاً تماماً. لا يصعب على المصابون بالشلل التحرك فحسب، بل غالباً حتى التحدث. لا توجد مركبات كلام أو أجهزة أخرى تساعدهم. إذن ما العمل؟ كيف يمكن لمن لا يستطيع الحركة أو الكلام أن يوجد أصلاً؟ طور باحثون من جامعة باث في المملكة المتحدة جهازاً يمكنه تغيير العالم للأشخاص ذوي الإعاقة. تمكنوا من إنشاء أداة تسمح للمصابين بالشلل التام بالتواصل عن طريق الأذن. بواسطة سماعة أذن من السيليكون متصلة بالكمبيوتر بها كاميرا صغيرة، يتم زرع مصدر ضوء في قناة أذن المريض، وتراقب الكاميرا حركة العضلة المتصلة بطبلة الأذن أمام أعين المستخدم. لوحة مفاتيح افتراضية على الشاشة. عن طريق تقلص عضلة الأذن يمكن للمرء تحديد الصف المطلوب والحرف فيه. تلتقط الكاميرا الصغيرة الحركة وتنقل الإشارة إلى الكمبيوتر. لتسريع العملية يطلب البرنامج الكلمات بأكملها والتي يمكن أيضاً تحديدها. متأكد من أنها ستكون مفيدة ليس فقط للمصابين بالشلل، ولكن أيضاً لأداء المهمات اليومية التي تتطلب أيدٍ حرة. مع تقدم التكنولوجيا هناك عمل يدوي أقل وأقل تدريجياً، مع ذلك لا يزال الكثير يعملون بدنياً ويقومون بأعمال قذرة وشاقة يومياً. مستقبلاً ستساعدهم الهياكل الخارجية. إنها ليست تقنية جديدة يتم استخدامها في مختلف المجالات، لكنها لم تستخدم على نطاق واسع بعد، لكنها ليست بعيدة. قدمت شركة إكسو بايونيكس مؤخراً تقنية جديدة وهي الهيكل الخارجي إيفو، نموذج محسن للإصدار السابق من الهيكل الخارجي. يتميز الاختراع الجديد بتصميم منخفض الوصلات المتعددة يجعله أخف وزناً وأكثر مرونة، بهدف القضاء على إصابات الرقبة والكتف والظهر المرتبطة بالعمل. يوفر قدراً أكبر من حرية الحركة عند أداء المهمات العلوية، كما يحتوي على نقاط اتصال بجسم المستخدم أقل من الطراز السابق، ولا يغطي ظهر مرتديه، مما يجعله أكثر راحة في الاستخدام، وهو متوافق أيضاً مع أحزمة الكتف القياسية للعمل في المرتفعات. بالنهاية هذه الهياكل ستكون مساعدة عظيمة لمجموعة متنوعة من العمال. إنترنت فائق السرعة. يصعب تخيل الحياة دون الإنترنت، نحتاجه للعمل والتعليم والترفيه وغير ذلك. نحن بحاجته في كل مكان تقريباً. عندما يصبح الوصول له في كل مكان سريعاً جداً سيتغير العالم. هذه هي المهمة التي تشارك فيها جوجل. مؤخراً طور موظفو الشركة طائرات بدون طيار على الألواح الشمسية، وستوزع الإنترنت فائق السرعة. يسمى المشروع مشروع سكاي بندر. وفقاً للمطورين ستوفر الطائرات هذه خدمات الإنترنت أسرع 40 مرة من الآن، مما سيجعل من الممكن نقل كمية هائلة من المعلومات في ثوان. ثلاجة جديدة. جلبت السنوات الماضية جميع أنواع الثلاجات للعالم. إذا اقتصرنا ببداية القرن 21 على الثلاجات البسيطة، فلدينا الآن ثلاجات مزودة بمؤقت أو أبواب شفافة أو يتحكم بها عبر الهاتف وغير ذلك. لكن أكثرها إثارة للاهتمام هو ثلاجة الجيل التي قدمت للجمهور قبل بضع سنوات. هذه الثلاجة عبارة عن جهاز مملوء بجل البوليمير الحيوي الذي يستخدم الإنارة ليصل لدرجة حرارة التبريد المطلوبة ويحافظ على الطعام في فراغ ويغلقه في كتلته. تستخدم الثلاجة 8% من الطاقة المنزلية للوحة التحكم، ولا تحتاج إلى طاقة للتبريد الفعلي. لا تحتوي على أرفف أو أبواب، ما عليك سوى إدخال الطعام في الجل، والجل نفسه عديم الرائحة وغير لزج. حالياً هذا مجرد فكرة، ولكن من الممكن مستقبلاً أن يصبح حقيقة ويغير حياتنا اليومية. هذا كل شيء. أخبرني في التعليقات عن التقنيات التي تعتقد أنها ستغير العالم في المستقبل. شكراً للمشاهدة، أراكم لاحقاً.